عن ساحة الثورة التاريخية في قلب ولاية عنابة شرقي الجزائر، يتجدد موعد الشارع العنابي للبرهنة على تعلقه بكرة القدم وحبه الكبير لها، بعدم تفويته فرصة متابعة مباريات المجموعات الأخرى غير المجموعة الثانية التي تلعب مبارياتها بملعب 19 ماي 1956. عنابة بين يطرحها بين روحنا بلي مدينة شغل تبانات تثقافة حضارة، رحبنا بالناس الكل، رحبنا بالافريق، رحبنا بالصالح. ما عندنا ما نقولوا، صرتوا كي داروا لنا لكوب دافريكا هنا متعه كبيره، يعني عنابة عامره ياسر الايامات مع لكوب دافريكا. اقبال كبير على الشاشه العملاقه واجواء مميزه يصنعها المناصرون بعد ان بصموا خلال لقاء الجوله الاولى للمجموعه الثانيه بين السنغال وكوديفوار على اكبر حضور جماهيري في تاريخ الشان في مباراة لا تتعلق بالبلد المنظم. هيك شوف اجواء اخويه، الناس يتفرج لبرا، حتى ديماش باغ اكزومبل خارجين ماشي ديك باسيونال سيدي بونس كل يتبع. صور جميله رسمها الشارع العنابي بحضور مناصري مختلف المنتخبات الافريقيه في جو مميز واخوي. نعم، لقد جئنا اليوم لولاية عنابة لمشاهدة مباريات الشان. الأجواء أخوية ورائعة، كلنا أفارقة، نحن هنا وأنا سعيد جدا لوجودي بالجزائر. الجميع رحب بنا، الجزائر بلد جيد حقا. هاو قاعد نفرجوا في الماتش خوينا، كل ما كاين والو، وكل خاوة خاوة خويا، كي الأفريقي كي الجزائرية كي تونسة، احنا وبربي ان شاء الله تعدي شان مليحة وحلوة. هي أجواء مدينة عنابة المضيافة التي لا تختلف حركيتها سواء كانت المباريات في ملعبها أو بمسرح آخر من مسارح الشان.